اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. إذا كنت فتاة ذكية وناجحة تتمتعين بشخصية جذابة وطلة ملفتة للنظر وتسعين للكثير من كلمات المديح ممن حولك، فلا بد أنك تعانين بشكل ما من كيد بعض الصديقات وغيرتهن، وقد يسبب لك هذا العديد من المشاكل التي تبدأ بتلاشي الثقة وفقدان الإيمان بالصداقة كعلاقة إنسانية، وربما تنتهي بخسائر كبيرة تؤثر على نجاحك العملي والعاطفي وصحتك النفسية، وبشكل مؤكد على رصيدك من الصداقات. في هذا الفيديو من قناة الساحر سوف نشرح لك كيف تتعاملين مع غيرة الصديقات. يصف علم النفس الغيرة بأنها شعور فطري وتكون طبيعية إذا كانت ضمن حدود معينة لا تؤثر على تقييم الإنسان لنفسه أو على علاقته مع الآخرين، ولكن كغيرها من المشاعر الفطرية كالخوف والغضب فإن أي إفراط فيها سيؤدي حتما لمشاكل، وقد نلاحظها عند الطفل في مراحل مبكرة على شكل سلوك عدواني ورغبة في التملك، والحل عندها يكون ببساطة منح الطفل المزيد من الحب والاهتمام وتعويده المشاركة وحب الغير. أما عند البالغ فإما أن تكون غيرة معتدلة محمودة تدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، أو أن تسلك مجراها الآخر لتتحول إلى غيرة سلبية تجعله يحقد على الناس ويتمنى زوال النعم عنهم، وهي ما سنتعامل معه في هذا الفيديو. تعالوا معنا في البداية لنكتشف ما هي علامات الغيرة. العلامة الأولى المراقبة. واحدة من أهم العلامات هي المتابعة الدائمة بدءا من نظراتها لك في حال وجودك، والتي ستلاحظين أنها تتركز عليك في حركاتك وسكناتك دونا عن كل الحاضرين، ووصولا لمراقبة تحركاتك على مواقع التواصل الاجتماعي أو تناقل أخبارك مع بقية الصديقات في حال غيابك. العلامة الثانية الرغبة في تقليدك، وهي الخطوة التالية للمراقبة، فمن الطبيعي أنها ستحفظ أساليبك في الكلام والابتسام والجلوس وحتى اللباس، وستبدأ باستنساخ ذلك وإسقاطه عليها في رغبة منها لمجاراتك ونيل بعض الإعجاب الذي تحظين به، لكنها غالبا ما ستبدو بمظهر المتصنعة وستبوء محاولاتها تلك بالفشل مما يزيد الأمر سوءا. العلامة الثالثة الانتقاد المتكرر. ستلاحظين أنها تنتقدك باستمرار حتى في أدق التفاصيل كانتقاد مظهرك وتصرفاتك وقراراتك، وستحاول دائما إثبات صحة تجاربها واختياراتها على حساب تجاربك واختياراتك، وذلك في محاولة دفاعية لإقناع نفسها بأنك لست أفضل أو أن ذلك سيكون لهدف إضعاف ثقتك بنفسك وإرباكك في اتخاذ بعض القرارات المهمة. العلامة الرابعة المشاعر الزائفة. ربما تكونان صديقتين مقربتين تجمع بينكما مشاعر الحب والمودة والكثير الكثير من الروابط والأسرار، ولكن عندما تبدأ الغيرة فإنها ستفسد كل ذلك أو ستخفيه تحت غطاء من المشاعر السلبية
التي ستجعل صديقتك تبالغ في إظهار المشاعر الإيجابية لإخفاء ما يدور بداخلها، أو كمحاولة منها للتقرب منك إن لم تكونا مقربتين أصلاً، وستلاحظين ذلك بسهولة من خلال ردة فعلها المبالغ بها في إبداء إعجابها وسعادتها عند تحقيقك لأي إنجاز أو نجاح. والجدير بالذكر أنه ليس من الضروري أن تجتمع كل هذه العلامات، فهناك غير صامتة يحبس فيها الشخص مشاعره قدر الإمكان كي لا يؤذي غيره، وهي أشد ألماً لصاحبها. والآن بعد أن تعرفنا على علامات الغيرة، السؤال الذي يطرح: كيف أتعامل مع هذه الغيرة؟ لا شك في أن الصديق الحقيقي يحب صديقه ويدعمه في جميع الأوقات، ويشاركه لحظاته كلها السعيدة منها والحزينة، كما يفرح لإنجازاته ونجاحه ويتمنى له الخير دائما. ولكن الغيرة قد تكون لا إرادية أحيانا، وليس بالضرورة أن تنطوي على سلوك عدواني أو رغبة في إيذاء الشخص أو إفشاله، إنما تقتصر غالبا على مشاعر سلبية يضيق بها صدر صاحبها وتجعله ينفر من صديقه الناجح لشعوره بالنقص أو العجز أو عدم امتلاك الحظ والدعم مقارنة بهذا الصديق. لذلك سنذكر هنا بعض النصائح التي ستساعدك على التعامل مع هذه المشكلة بحكمة لتجنب خسارة صديقتك أو إيذائها بأي حال من الأحوال. الخطوة الأولى: توقفي عن مدح نفسك أمام الصديقات. بالتأكيد أنت فتاة جذابة ومتميزة ولديك الكثير من الأمور الرائعة في حياتك، لكن إكثارك من ذكر محاسنك وإنجازاتك ومحاولتك الظهور بصورة مثالية سيزيد من عمق المشكلة لدى صديقاتك، لأنهن سيشعرن بالعجز وقلة الحظ مقارنة بك. بل من الأفضل أن تكوني متواضعة وأن تتجنب المديح المبالغ به في كل مكان ومناسبة. الخطوة الثانية: ركزي على النقاط الإيجابية لدى صديقتك. وهذه هي الخطوة الأهم، فكل إنسان لديه محاسن وعيوب، والغيرة كما ذكرنا تخفي في جوهرها شعورا بالنقص والضعف وقلة الحيلة، وواجبك أنت التركيز على نقاط القوة لدى صديقتك ومحاولة إبرازها بشتى الطرق، كدفعها لاستثمار مواهبها وممارسة هوايتها أو تجاوز مشاكلها الدراسية والعاطفية والعائلية. يمكنك أيضا مساعدتها في تحسين مظهرها بالتركيز على نقاط الجمال لديها، هذا بالتأكيد سيعزز ثقتها بنفسها. وأخبريها دائما أنها مميزة بطريقتها، وأنه لا يوجد شخص مثالي خال من العيوب وحياته خالية من العقبات والمشاكل. الكمال لله وحده، فليس لبشر أن يبلغه مهما حاول. كما يكون من الجميل أن تذكريها بخير أمام الآخرين. الخطوة الثالثة: قدمي لها الدعم الذي تحتاجه. إن وقوفك بجانب صديقتك في اللحظات الصعبة ومد يد العون لها عند الحاجة ومساعدتها على تجاوز مشاكلها ومشاركتها همومها وأفراحها، كل ذلك سيترك أثراً بالغاً لديها يجعلها تتغلب على أي مشاعر سلبية تتسلل إلى قلبها. ولا تترددي في التعبير لها عن حبك وتقديرك في كل مناسبة تسمح بذلك، وأظهري تشجيعك ودعمك المستمر عند إقدامها على أي مشروع أو خطوة جديدة، وبالتأكيد لا تبخلي عليها بالنصيحة إذا طلبت منك ذلك. هذا لا يعني حتما
أن تنهالي عليها بنصائح تجعلها مترددة وخائفة، بل اجعل التشجيع هو حجر الأساس والنصائح إيجابية موجهة. الخطوة الرابعة: تبادلي معها الأدوار. لا يعني هذا أن تنتحلي شخصيتها بالتأكيد، ولكن أن تضعي نفسك مكانها محاطة بنفس الإمكانات والظروف لتري الحياة بعينيها. هذا سيساعدك بشكل أكبر على فهم مشاعرها وآرائها ونظرتها للحياة وتقبل ردات فعلها المختلفة، كما يساعدك على ترميم أي ثغرات في أسلوبك ومعاملتك ربما لم تكوني قد انتبهت لها من قبل. الخطوة الخامسة: التحلي بالصبر والحكمة. فالصبر والحكمة مفتاحان أساسيان في التعامل مع البشر في أي علاقة كانت، ويتضمن ذلك احتوائك للأشخاص والمواقف وتحليل الأمور بطريقة عقلانية سليمة ومعالجتها بروية دون إفراط في ذلك أو تفريط.